الرجل الذي بعده هو رجل معروف للجميع، وهو أبو أيوب الأنصاري، أبو أيوب خالد ابن زيد ابن كليب الأنصاري رضي الله عنه. ذكر له ابن الجوزي رحمه الله بعض المناقب، وإن كانت مناقبه أكثر وأعظم يعني مما يتوقع الكثيرون ومما يظن. شهد العقبة مع السبعين، شهد رضي الله عنه أبو أيوب الأنصاري العقبة مع السبعين، العقبة الثانية، ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رحل من قباء إلى المدينة. لما جاء المدينة نزل النبي صلى الله عليه وسلم منه عند أبي أيوب. والسلف يعني فائدة في الحواشي، يعني فائدة في الحواشي، كانوا يعرفون الرجل، يعرفون منهجه بمن شاء، يعرفون منهجه بممشى وبنزوله وبذهابه وإيابه بخليله. يعني النزل عند مبتدع فهو شنو؟ مبتدع. والذي ينزل عند صاحب حق، عند أهل الحق، فهو من أهل الحق، لأن المرء على دين شنو؟ خليله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وده يوريك انحراف كثير من الجماعات والأحزاب والطوائف والأشخاص. فهتلقى يجي من بلاد الحرمين، بدل ينزل عند السلفيين ويمشي ويجي مع السلفيين، ينزل عند الناس المركز العام ولا الإصلاح ولا الجمعية ولا غيره من أهل الحزبية ومن أهل الانحراف، ينزل عندهم. تلقاه يمشي الكويت ينزل عند الناس جمعية إحياء التراث، يمشي مصر ينزل عند الناس فلان وفلان من الناس من أهل الباطل، ويماشيهم ويجالسهم، يقعد مع ناس محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وغيرهم من الجماعة، زي جماعة التبليغ، يجوا من باكستان ومن الهند ومن وين وين ومن مصر، انزلوا هنا في مساجد الختمية ومساجد أهل البدع والصوفية وغيرهم. وهذا يدل على انحرافهم، لأن المرء على دين خليله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها شنو؟ اختلف. فمن توفيق الله لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم، نزل معه. وشهد أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة دي، يعني الواحد ما بيشهد له غزوة ولا غزوتين ويفوت الباقيات. أي مشهد وأي غزوة وأي قتال وهي مش قدام دار قاتل، لأنه نازل دخلوا في الدين بصدق. طيب، من مناقبه رضي الله عنه حسن تأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدة تعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدة احترامه له. عن أفلح مولى أبي أيوب، عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة نزل على أبي أيوب، وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في بيته حجرتان، أو بيته على قسمين، بيت في الأعلى وبيت في شنو؟ في الأسفل، يعني على طابقين، يعني واحد فوق وواحد تحت. قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم أسفل في الجانب شنو؟ الأرض التحت، وأبو أيوب في العلو في الطابق شنو؟
الفوق. فانتبه أبو أيوب ذات ليلة، في ليلة من الليالي قام انتبه، قال أنا فوق والرسول تحت صلى الله عليه وسلم. أيوة. فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحول فباتوا في جانب، هو أولاده شنو باتوا في جانب من الدار، وهذا من احترامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لي معقولة نحن مش فوق ويتتحد وكذا وكذا؟ قال فتحول أبو أيوب لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل أرفق بي، يعني تحت كويسة معي أرفق بي. فقال أبو أيوب لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول أبو أيوب في السفل والنبي صلى الله عليه وسلم في العلو. ثم ذكر قصة أرى أنه لا داعي لذكرها. قال الواقدي رحمه الله توفي أبو أيوب عام غزا يزيد ابن معاوية القسطنطينية، في العام الذي غزا فيه يزيد القسطنطينية توفي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في خلافة أبيه معاوية سنة 52 من الهجرة، وصلى عليه يزيد، صلى على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. قال وقبره بأصل حصن القسطنطينية بأرض الروم. ذكر ابن الجوزي رحمه الله كلاما ويجب علينا أن نرد عليه فيه. قال فلقد بلغنا أن الروم يتعاهدون قبره ويزورونه ويستسقون به إذا قحطوا، يطلبون السقيا والمطر بأبي أيوب إذا أصابهم شنو قحط. وهذا من أبطل الباطل، وهذا من أبطل الباطل، لأن العبد يطلب السقيا من الله وحده ولا يستسقي بفلان أو فلان ممن مات، وهذا هو منهج الصحابة جميعا خلافا للصوفية ولمن سار على نهجهم ولهؤلاء الذين ذكر عنهم ابن الجوزي هذا الكلام. وكان من الواجب على ابن الجوزي رحمه الله أن يعلق على مثل هذا الكلام، لكن عفى الله عنه، فإن المطر بيد الله، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن شنو المنزلون. ولا يطلب إلا من الله. الليلة الصوفية مشينا الحد العباسية تقلي، لقينا بعض الناس، ناس العباسية تقلي كتار فيهم فيهم خير، نحسبهم الله وحسيبهم، واستقبلونا وكرمونا وجزاهم الله خير خيرا وقبلوا الدعوة، وفيهم من يناصر هذه الدعوة، نحسبهم الله وحسيبهم. لكن في ناس من الجهلة وممن فسدت عقيدتهم، واحد يقول لك هم بعض المنطقة ورونا كذي، قالوا لما المطر يجيف هم محتاجين للمطر، إذا احتاجوا للمطر قالوا في حاجة اسمها الدلو، الدلو ده زي سووا الشيوخ يخطوه في الزرع ولا يمشوا للشيوخ المطر طوالي شنو عشان يجي. والعقيدة دي عقيدة الخنجر تاع النيل الأبيض، صلاح الدين بدوي الخنجر قبحه الله تعالى، ذول من الصوفية، قال احنا عندنا في السودان الشيوخ بدوا المطر، والمطر على حسب الطلب، والعقائد دي يا جماعة لو ما حاربنا ما فينا خير، والله ما فينا خير لو ما حاربنا العقائد الفاسدة دي وعلقنا على مثل هذا الكلام، لا خير فينا ولا خير في مدارستنا لهذه الكتب.
لا بد من التوحيد والعقيدة الصحيحة. قال عندنا في السودان الشيوخ بدوا المطر والمطر على حسب الطلب و إلى آخره. قال يكون في أرضين، أرض بيجاي وأرض بيجاي، بينات سرابة ولا تقنت، قال فيهطل المطر من هنا ولا يهطل من هنا. السبب قال لي لدوا البياض، دفعوا البياض يعني دفعوا القروش يعني للشيوخ، يعني أدوا القروش، أدوا الشيوخ المال القروش، جابوا المطر. شيوخ بتاع شنو بده مطر؟ هو الشيخ قلاب كي بيقدر ينزل دموع إلا يموت لزول؟ هو دموع بيقدر ينزلها يا أخي؟ ينزل مطر عديل؟ مطر ينزله؟ معقول يا أخي؟ بلاوي ومصايب والله الذي لا إله غيره. يقول يا أخي مطر؟ ولذلك بتلقى أشياء زي دي كثيرة. واحد مرة سمعته جاب قصة، قال مرة عربية وحلت، قال بيلزوا فيها وبقولوا يا البرعي، بيلزوا فيها وبقولوا يا البرع، عانوا بالقزاز لقوا سيد العربية البرعي ذاته قاعد جوا، عمك ذاته وذاته قاعد جوا، ما يدوره؟ معقول يا أخي؟ وشفاط بيدوره؟ كلها عقائد منحرفة يا جماعة، الناس بيعتقدوها، كثير من الناس لابد أن تحارب. يا أخي المطر ده بيد الله، وسقناه إلى بلد ميت، بنزل الله بعد الناس تيأس، الله بنزل المطر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. والله سبحانه وتعالى قال أمن جعل الأرض قرارا، لا قبلية، قال الآية القبلية قال الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يسوون غير الله بالله ويميلون عن الحق إلى الباطل. فالكلام ده يا جماعة باطل، ما تستسقي بفلان ولا إلا الصحابة. شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما انجى القحط قال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبيك، نستسقي بنبيك فتسقنا، وإنا نستسقي إليك أي اليوم بعم نبيك فاسقنا. يعني لما الرسول كان حي صلى الله عليه وسلم كان بيسأل الله، والله بنزل المطر. والليلة الرسول عليه الصلاة والسلام فارق الدنيا، طوال يتحول عمر رضي الله عنه، ما قال لي واليوم نستسقي بنبيك. لو كان بمكانة الرسول عليه الصلاة والسلام بمكانته أو بجاهه لما تحول عمر، لأن جاه الرسول عليه الصلاة والسلام ومكانة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حي وهو ميت مكانته عالية لا تتغير بموته صلى الله عليه وسلم، مكانته عند الله عالية. بعد مات هل مكانته عند الله ما عالية؟ عالية، لكن لا يتوسل بالجاه ولا بالمكانة وإنما بدعائه صلى الله عليه وسلم. شكيل من مات ما قال له اليوم نستسقي بنبيك، لا بعم نبيك، لأن العباس كان حي وكان جم عمر رضي الله عنه. ورفع يديه في رواية بكار رحمه الله، رفع يديه قال اللهم لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة وإنا تبنا إليك فاسقنا، فنزل المطر.